السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، ومع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق، معكم أنا محمد عطية مشالي، وأسعد بالتواصل مع حضراتكم إن شاء الله في أي وقت، وإن شاء الله اللي مش هيقدر يتواصل معنا في أي وقت أنا برد عليه، وبإذن الله زي ما أنا قلت لحضراتكم وبرحب بيكم في كل حلقة إن شاء الله، زي ما أنا قلت لحضراتكم إن موضوع البرنامج بنسعى لحل جميع المشاكل إن شاء الله، وربنا بيوفق لما فيه الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبإذنك يا رب في كل حلقة زي ما أنا قلت لحضراتكم بنجيب موضوع ونتكلم فيه بيكون بيشغل الناس، بيكون بيشغل الأسرة المصرية، بيكون بيشغل كل إنسان بيبعد عن طريق ربنا، لأن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل غاية واحدة ألا وهي العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما تجد الإنسان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى تجد كل شيء مسهل بإذن الله. وبإذن الله في الحلقة دي هيكون معانا موضوع شيق بيفيد وإن شاء الله يفيد جميع المشاهدين. الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون عن سحر المعقود عليه بين الزوجين، وإن شاء الله تبارك وتعالى هنوضح كل المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين بالدليل. وزي ما أنا قلت لحضراتكم ما بنتكلمش إلا بعد الطبيب، لأن البرنامج ده عملناه إن هو يوقر من شأن العلم والعلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كل شيء بنتكلم فيه بنتكلم بالدليل ولا نتكلم إلا بعد أهل التخصص. سحر المعقود عليه بين الزوجين، كيف يحدث الربط عند الرجل؟ دي أول حاجة في حلقتنا النهاردة بإذن الله أعزائي المشاهدين. كيف يحدث الربط عند الرجل؟ يتمركز الشيطان في مخ الرجل، يعني حينما يأتي الرجل في ليلة عرسه تجد كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى كل شيء معطل، لأن في أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وبالتحديد في مركز الإثارة عند الرجل الذي يرسل الإشارة إلى الأعضاء التناسلية ولا ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعي، يعني موضوع الربط عند الرجل تيجي تلاقي كل شيء بيعطل حينما يقترب من زوجته، يشتت العقل ويشتت تفكيره حتى لا تجد عنده رغبة إلى إتيان زوجته. في ليلة العرس تجد هذه الأشياء تكرر كثيرا، كل يوم بنجد هذه الأشياء. فحينما يتزوج الشاب في ليلة عرسه وهذه هي ليلة العمر كما يسمى الناس، يقول هي ليلة العمر وأنا مش هفرح إلا مرة واحدة. بعد كده حينما يأتي إلى إتيان زوجته إذا حدث عنده سحر الرب تجد كل شيء معطل، يعني يكون هذا الرجل طبيعي قبل الزواج، وفي ليلة عرسه إذا أتى دجال أو عراف ففعل له سحر تجد كل شيء معطل، لأنه وكل جن أو شيطان في منطقة العقل. أرجو من الجميع أن يركز في هذا الكلام، حينما يأتي والعياذ بالله الدجال أو المشعوذ يرسل أو يوكل جن إلى هذا العريس أو إلى هذا الرجل تجد يتمركز هذا الشيطان أو هذا الجني في منطقة العقل، فلا تجد أشياء عنده لا تتم، فلا ينجح في ليلة عرسه. وحينما يأتي في الصباح يتكلم مع الناس وهو مخزي، لأنه كان ينتظر هذه الليلة بفارغ الصبر. أقول إلى كل إنسان يتجه إلى الطريق إلى طريق السحر ويفعل هذا السحر، أقول لك أنت مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك فعلت شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أي انتهوا لا تقتربوا من هذا الموضوع لأنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم السحر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ربط المرأة
وكيف يحدث ربط المرأة عن زوجها في ليلة العرس؟ قل ما تجد وكثيرا ما تجد في هذه الآونة يقول لك فلان في ليلة زواجه كان مربوط هو وزوجته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحينما اتصل عليه أحد الناس وكان عنده سحر الربط في ليلة عرسه، فحينما جلست معه بكى بكاء شديد. قلت له سبحان الله ما يبكيك؟ قال كنت أنتظر هذه الليلة بفارغ الصبر، فحينما أتيت إلى زوجتي لم يحدث معي أي شيء، فأنا الآن أبكي لأني لم أفرح في هذه الليلة كما يفرح أي شاب بزوجته. بعد ذلك ربط المرأة، كيف يحدث ربط المرأة؟ يحدث ربط المرأة بربط المنع. يعني إزاي ربط المنع؟ حينما يريد الزوج أن يقترب من زوجته، وهذا الربط يحدث كل يوم، ربط المنع. وقلما تجد ربط المنع، ربما يكون هناك ربط المنع وربما هناك تكون حالة نفسية، فهذا يتكلم فيه الأطباء. الحالة النفسية بنعرضه أولا على الطبيب النفسي، أما بعد ذلك لا نتكلم إلا بعد الطبيب. بعد ذلك يحدث ربط المنع، أن تحاول المرأة مع زوجها من إتيانها. يعني إذا جاء الزوج يقترب من زوجته تجد كل شيء مغلق وكل شيء مفتت. وحينما اتصل علي أحد الناس وكان حدث عند زوجته ربط المنع، وحينما قرأت عليها آيات الرقية الشرعية، وحينما أتيت لها بعلاج، حينما أخذت العلاج وبعد يوم أو يومين فك هذا السحر بفضل من يقول للشيء كن فيكون. فحينما أتت هذه المرأة وقرأت عليها في مجلس من أهلها، بعد فترة زمنية شاء الله أن يفك هذا السحر، وبعد ذلك حدث حمل بفضل من يقول للشيء كن فيكون. لا أقول أنا السبب، ولكن التوفيق بيد الله أولا. بعد ذلك ربط التبلد، تاني حاجة في الربط عند المرأة ربط التبلد. يعني إيه ربط التبلد؟ يعني حينما يأتي الرجل زوجته ويأتيها وقد أحل الله سبحانه وتعالى له أن يعاشرها معاشرة الأزواج، بعد ذلك حينما يقترب منها تجد عندها تبلد في الأعصاب وفي الأحاسيس، فأقول لك ربما تكون هذه المرأة بطبيعتها هي طبيعة فيها، وربما تجد عندها سحر. لا ننسب كل شيء إلى السحر. أقول لكم البرنامج ده عملناه من أجل أن نوعي الناس إلى طريق الحق وإلى طريق الهدى، ونبتعد كل البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ربط النزيف، نعوذ بالله من ربط النزيف. فربط النزيف أولا حينما يأتي إلينا حالة وعندها ربط نزيف، يعني إذا أراد زوجها أن يقترب منها ينزل عليها دم ولا يعرف السبب ولا يعرف السبب، بدليل حينما أتكلم معهم أول هل ذهبتم إلى دكتور النساء؟ يقولوا والله إحنا رحنا للدكتور، وبعد ده كله يبقى الحال كما هو عليه. فالتعب العضوي، أقول لجميع المشاهدين، التعب العضوي هذا يعالج عند الأطباء، أما التعب المحسوس الذي ليس له سبب، فحينما يأتي ربط النزيف أو يأتي أي تعب يتنقل من منطقة الرأس إلى الصدر إلى البطن إلى الرجلين إلى الظهر، فتجده ينتقل من مكان إلى مكان. ربط النزيف، حينما أتت إلي امرأة وكان عندها ربط النزيف، حينما يريد زوجها أن يأتيها ينزل عليها الدم بكثرة.
قلت سبحان الله. فحينما جلست معها وقرأت عليها آيات الرقية الشرعية، وأعانني الله سبحانه وتعالى أن أكون سببا في فك هذا السحر، بعد فترة زمنية بسيطة وقف النزيف بفضل من يقول للشيء كن فيكون. ولا أقول أنا الذي فعلت ذلك، بل أنسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا النوع يختلف عن سحر النزيف بأمر واحد، وهو أن ربط النزيف يأتي الجن أو الشيطان أو الدجال أو المشعوذ يسلط على منطقة الرحم جن مكلف. أرجو من جميع المشاهدين يركزوا في الكلام الوقت اللي احنا بنقوله عبر هذه الشاشة الطيبة. حينما يريد الساحر أو الدجال أو المشعوذ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي عصاة المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، حينما يأتي الدجال أو المشعوذ يصنع سحر نزيف، بعد ما يريد أن يصنع سحر نزيف يوكل جن أو شيطان يتمركز في منطقة الرحم، وحينما يأتي إلى منطقة الرحم هذا الجني يضرب عنق الرحم. يعني بدليل، حينما سألت حالات، حينما ذهبوا إلى الطبيب بيقولوا والله حينما ذهبنا إلى الطبيب تعجب، ما هوش عارف، مش ولا ننكر شأن الأطباء، يقول لك هو مش عارف السبب، هو عطاني وكشف عليها بالإشاعة وكل شيء، ولكن أنا برضو لسه تعبان. أقول لا نتكلم إلا بعد الطبيب. سحر النزيف فهو إذا أتى الرجل زوجته ينزل عليها دما من غير سبب، بعد ذلك ربط الانسداد. يعني إيه ربط الانسداد؟ رابع حاجة ربط الانسداد عند المرء، إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا، إذا جه الراجل يأتي زوجته يجد سدا منيعا، فإذا أراد أن يقتحم هذا السد المنيع لا يستطيع. وحينما تتكلم مع الناس تجد في البيوت مصائب لا يحصاها إلا الله بسبب هذه الأسحار، وبسبب السحر السفلي، وبسبب السحر المدفون، وبسبب السحر المرشوش، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك أو من هذه الأسحار. ربطه بعد ذلك علاج الربط، يعني بعد هذه الأشياء من الربط لابد أن يكون هناك علاج من عند الله سبحانه وتعالى. تقرأ آيات الرقية الشرعية على مية ويشرب منها المريض. وهذا البرنامج كما قلت لكم برنامج توعية لجميع المشاهدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي عصاة المسلمين. تقرأ عليها آيات الرقية الشرعية على أي امرأة، تقرأ عليها آيات الرقية الشرعية إذا كان عندها سحر التبلد أو سحر الربط أو سحر الانسداد أو سحر التبلد، تقرأ عليها آيات الرقية الشرعية. فإذا نطق الجني، إذا جاء الجني ونطق، أول حاجة بيقول لك والله أنا جيت بتكليف، إذا جئت أن تتكلم مع هذا الجني يقول لك والله أنا جاي بتكليف. يعني إيه جاي بتكليف؟ يعني أنا جاي مخصص إلى هذه الحالة علشان أخرب هذه المرأة وأبوظ لها حياتها كلها حتى لا تجد راحة في حياتها. بعد ذلك إذا أردت أن تخرجه من هذه المرأة يقول لك بلسان الحال أنا بعشق وبحب هذه المرأة، أقول لك اتق الله أيها الجني، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا من أجل غاية واحدة، ألا وهي أن نعبد الله سبحانه وتعالى في أناء الليل وأطراف النهار. وإذا وجدت جني مكلف فاعرف أنه يعشق هذه المرأة. ليه؟ لأن الجن بطبيعته إذا جاء عند أي امرأة أو عند رجل يعشقه، لأن من طبيعة الجن إن هو بيعشق أي شيء، أو بيعشق المرأة أو بيعشق الرجل
اللي بيقترب منه، فمن الصعب أن يخرج، فلا يصعب على كلام الله سبحانه وتعالى شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن القرآن فيه شفاء وفيه رحمة، وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا أصابك المرض فاعلم أنك لا تبرأ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يتم الشفاء إلا بمراد الله سبحانه وتعالى. فإذا عجز كل شيء عن علاجك فأنت طبيب نفسك. إزاي يا مولانا؟ أنت طبيب نفسك، إن أنت لابد أن تقترب من الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله، فالله سبحانه وتعالى حينما تقترب منه تجد السعادة، ولا تجد السعادة إلا في طاعة الرب سبحانه وتعالى، بدليل مقتطف من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وأعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن في أسلافهم من قبل. فإحنا في الأيام دي عندنا هلع وعندنا فزع. ليه؟ ما استعددنا إلى الموت، يعني إحنا أصلا ما عملناش للموت حتى نستقبله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، بدليل إذا اقتربت من الله سبحانه وتعالى في طريق الهداية وفي طريق المحبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى كان سمعك الذي تسمع به، وكان بصرك الذي تبصر به، وكان لسانك الذي تتكلم به. أقول إلى كل من يقترب من طريق المعصية: اتق الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يفك أسرك. بعدما تتكلم ومع الجني، نطلع فاصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، إن نحبكم في الله ونسعى دائما بإذن الله سبحانه وتعالى لإسعاد الناس، فنسأل الله تبارك وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى بتضرع أن يجعلنا دائما في إسعاد الناس، لأن حينما تحل مشكلة على أيدينا بفضل الله سبحانه وتعالى أظل أشكر الله سبحانه وتعالى، لأنك جعلك الله سبحانه وتعالى سببا في إسعاد خلقه. فما أجمل أن تجعل الفرحة والبهجة والسرور على أوجه الناس، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع لحضراتكم للحلقة بتاعتنا الطريقة الثانية. احنا قلنا الطريقة الأولى تقرأ آيات الرقية الشرعية، الطريقة الثانية تقرأ آيات الرقية الشرعية وهي آيات الشفاء وآيات الحفظ، وتقرأ آيات القرآن الكريم اللي بتكون مخصصة للعلاج بالقرآن، فتقرأها على آيات، تقرأها على مية ويشرب منها المريض، بعد ذلك يغتسل منها المربوط عدة أيام فيبطل السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة، وأرجو من جميع المشاهدين اللي بيشاهدون دلوقتي، لابد ان انت تتبع التعليمات اللي احنا بنقول عليها علشان ربنا يسهل ليك الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة، تحضر 7 ورقات سدر، نبأ أخضر، ورق سدر اللي احنا بنسميه ورق النبأ الأخضر، وتدقهم بين حجرين، يعني إن لم يكون ورق أخضر من ورق السدر بيكون ورق متنشف، وتدقه بين حجرين، فيغتسل منه المربوط مدة ما تقارب من 3 إلى 7 أيام، فيفك السحر بفضل من يقول للشيء كن فيكون. معانا مدام نعمة، أهلا وسهلا بك يا مدام نعمة. ألو. أهلا وسهلا يا فند. إزيك يا أستاذ محمد؟ ربنا يبارك فيك يا فند، تفضل. ربنا يخلي حضرتك يا رب. بقول لحضرتك يا أستاذ محمد، أنا عندي ورم على الميديا اللي هو اليسار. تمام يا فند.
فهو ده بيقول ليه علاقه بالجن والكلام ده برضو ولا ايه؟ طب حضرتك رحت للدكتور يا فندم؟ رحت قال لي الحجم بتاعه صغير يعني كام سنتي كده. تمام. حضرتك مثلا بتشوفي كوابيس تقلقك او حاجه؟ وبحس لما اكون في ثقل في جسمي، لما اكون حاجه طب مني. حضرتك بتشوفي مثلا في المنام حد بيهاجمك او حد دايما بيضربك في منطقه البطن او كده؟ انا بشوف، لا بشوف تعابين وميه في لحمه. تعابين ومي. وساعات بحلم باللحمه يعني على طول، بتشوفي ايه يا فندم؟ بحلم باللحمه يعني كاني راح اشتري لحمه وكده تمام. يعني. طب بتحس ان انت بتقعي من مكان عالي او كده؟ تمام. من فتره الحلم ده طيب حسيت بيه. لما بيدخل عليك الليل يا فندم، ما بيدخل الليل بتحس دايما بضيق او خنقه في الصدر وافضل كده؟ اعيط، تفضلي وافضل تعيطي. اعيط واقول لجوزي انا هموت وعيا يعني كده على طول. تمام. حاضر يا فندم، هنجاوب حضرتك باذن الله. إيه ان شاء الله هنجاوب حضراتكم في اخر الحلقه ان شاء الله تبارك وتعالى. إيه الطريقه الرابعه؟ تقرا الايات الرقيه الشرعيه في اذان المربوط. يعني الشخص المربوط ايا كان هو رجل او امراه، تقرا ايات الرقيه الشرعيه الطريقه الرابعه لعلاج الربط عند الرجل والمرء. تقرا ايات الرقيه في اذان المربوط ثم تقرا في اذنه كل ايات بتخص الرقيه الشرعيه، وبعد كده بتاذن في اذنيه، يعني بتاذن في ودنه اليمين وتقيم الصلاه في اذنه اليسرى. الطريقه الخامسه وهي ان يخرج الانسان في موضع فياخذ من يمينه وشمال. يعني ازاي؟ الطريقه الخامسه ان انت بتاخد الميه من يمينك وتضعها على جنبك الايسر، وتاخذ من جنبك الايسر الى جنبك الايمن. بايه؟ بورق السدر. الطريقه السادسه معانا الحاج حسين. اهلا وسهلا يا حاج حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. بحييك على ربنا يبارك فيك الحلقه الجميله دي. ربنا يبارك فيك يا حاج حسين. وبنتهز الفرصه اتفضل ان اسال سعادتك. اتفضل يا فندم. انا من المؤمنين بالحسد. انت حضرتك منين يا فندم؟ انا من العاشر من رمضان. اهلا وسهلا بيك. وبشتغل في مركز الحي العاشر. تمام. في الفيروسات الكبديه. تمام يا فندم. أنا ومراتي بنتعرض دايما للحسد. تمام يا فندم. من الناس على أشياء معرفش الناس دايما باصين لنا. لأن أنتوا بتلبسوا لبس كويس والناس دايما بتشوفكوا في هيئة كويسة، صح؟ بالظبط كده، يعني أنا من نظامي اللي حتى لو على قبل الرايح والحمد لله، يعني إحنا لا نبغي حاجة من الدنيا إلا إن إحنا نعيش كويس. تمام. وحضرتك لما بتيجي مثلا داخل بيتك بتحس ان الناس دايما بص على الحاجه اللي في ايدك؟ بالظبط كده، لدرجه ان الاكل ما بيبقاش له طعم. تمام. لدرجه ان انا في زميل ليا في الشغل. تمام. في مره جاء قال لي، ده انا كنت قاعد مع مدير في الاداره وبتقول لك ان انت اللي هتبقى في المركز. في نفس اليوم حصل لي موقف بسيط، لقيت جاتني لمح البصر كده حالة من الهيربس الشديد في الداعي. تمام. صرفت عليها في حدود 100,000 جنيه. حاضر يا فندم، ان شاء الله هنجاوب حضرتك، وان لم يسعفنا الوقت فاتشرف باتصالك ان شاء الله. ناخد ياسمين. اهلا بك يا استاذه ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فندم، حضرتك منين يا فندم؟ انا من بني سويف. طيب سؤال حضرتك في عجالة يا فندم. ماشي حاضر. أنا لو سمحت، أنا كنت متجوزة وخلفت أول بنت مات، وجيت حملت تاني وسقطت. تمام. فبقولولي إن القرين بتاعك مش هيخليلك عيال يعني. طيب حضرتك بتشوفي كوابيس تقلقك أو حاجة؟ على طول بحلم بالمقابر. تمام. طيب بتشوفي حضرتك اشياء بتزعجك او حاجه بالليل مثلا وانت ماشيه في مكان ضلمه؟ على طول بشوف صور كده في الحمام. بتشوفي قطط سودة او حاجه من دي؟ بشوف تعابين وقطط وكلاب وحاجات كتير. حاضر يا فندم، هنجاوب حضرتك باذن الله.
معانا اكرم، اهلا بك يا استاذ اكرم. اهلا وسهلا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا فندم. بعد اذنك كان عندي استفسار بس. حضرتك منين يا فندم؟ انا من اسكندريه يا فندم. اهلا وسهلا بك. انا سامع حضرتك. اتفضل. طيب الاتصال اتقطع ونبقى نسمع حضرتك تاني يا فندم، حاول تكلمنا تاني ان شاء الله تبارك وتعالى. الطريقة السادسة يجمع المسحور أشياء من ورد البستان ثم يضعها في إناء نظيف ويضع عليها ماء عذب ثم يغلى ذلك الورد في الماء غالبا ثم ينتظر حتى إذا فتر الماء قرأ عليه المعوذتين. يعني هيجيب ظهور من الورد ويغليه. الأستاذ أكرم رجع لنا تاني، أهلا وسهلا يا أستاذ أكرم. أهلا وسهلا بحضرتك، معلش أنا استفسار عاجل كده هقوله لحضرتك. اتفضل. دلوقتي حضرتك أنا بحلم بموضوع الجماع على طول مع نساء وكده. مع المحارم بتوعك؟ لا مش مع المحارم. حصلت مرة أو مرتين مع المحارم وعلى طول نساء ياما. تمام، حضرتك متزوج ولا لسه يا فندم؟ أه متزوج يا فندم وعندي أولاد. تمام. وساعات بحلم إن أنا بطاير في السماء وساعات بحس ان جسمي كله منمل في السرير وما اقدرش اتكلم. طيب ده بيحصل بيتكرر معاك في الشهر كم مره او ايه يا فندم؟ ممكن حضرتك يا فندم ممكن كل اسبوع خمس ثلاث اربع مرات في الاسبوع. كل اسبوع ثلاث مرات. اه. طيب اللي انت حضرتك بتشوفها دي بتشوفها على هيئه قبيحه ولا هيئه كويسه؟ لا على هيئه كويسه يا فندم ويعني كويسه جدا كمان. طيب دايما لما هي بتتكلم معاك مثلا بتقول لك انا مثلا مش هسيبك او مش هبعد عنك او الحاجات دي؟ اه في كلمات من ديت. اه وانت بتعنى لوحدي كده يعني. تمام انا فهمت فهمت. طبعا دي مقصره بينك وبين زوجتك يعني. اه ساعات يا فندم بيحصل مشاكل على الاقل ادفع الاسباب. تمام تمام هنجاوب حضرتك. جامد يا فندم والله ومش عارف ده ايه. هجاوب حضرتك باذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد أهلا وسهلا بك يا أم محمد. إزاي حضرتك يا باسم؟ ربنا يخليك يا فندم. بقول لحضرتك إيه؟ أنا مراتي عايشة معايا في قلب الشقة. أنت حضرتك من إيه؟ مراتي عايشة معايا في قلب الشقة وعلى طول مشاكل وعلى طول خناق. حضرتك منين يا فندم؟ أنا من بابا حضرتك. طيب. من بابا. تمام. قومية. واخد بال حضرتك؟ فطبعا أنا ما أعرفش في إيه يعني ماذا كل ما اتكلمت تقول انت عنه عمل، انا ما اعرفش حاجه اسمها عمل لعينه انا عارفه ربنا تمام وحاجه بيت ربنا تمام. طب هي مشاكل على طول في البيت على طول. هي من نوع يا فندم هي من نوع اللي بتغير شويه؟ غير هي معرفش. هي معرفش. هي من نوع اللي بتغير يا فندم؟ انا معيش الا محمد بس تمام تمام. واخد حضرتك وانا والله يعني عطلت ايامي ما بقاش موجوده في البيت هي فاكراني يعني ان انا خلاص. حاضر حاضر يا فندم حاضر يا فندم. اهلا استاذه ولاء، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا بشوف احلام مش كويسه وبشوف ان انا في المقابر. طب حضرتك وبشوف ان في شخص بيتعدى عليا على طول. حضرتك متزوجه ولا لسه يا فندم؟ لا متزوجه. طيب الشخص ده مثلا بتعدى عليك بيحصل في الشهر كم مره او كده يا فندم؟ انا شفته حوالي الفتره ديت ثلاث مرات. تمام. طيب من بعد الاحلام دي حضرتك العلاقه بينك وبين زوجك اتغيرت؟ اه اتغيرت. تمام يا فندم. حاضر حاضر يا فندم حاضر هجاوب حضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. احبك الله يا شيخ والله. احبك الذي احببتنا من اجله. والله يعني يا شيخ بحلم على طول انني على طول بضحك على طول في الحلم وانا نايم باستمرار. بتضحك؟ وبحس انني جسمي كده على طول باستمرار منمل على طول وبخش على الصلاه على الصلاه. انا لسه يعني انا لسه كنت اسالك على موضوع الصلاه. كل حاجه بتخش على الصلاه جامد جدا. تمام. طيب حضرتك بتشوف يعني حضرتك بتشوف في المنام مقابر؟ لا ما بشوفش في مقابر خالص بس انا بضحك وانا نايم كتير باستمرار. تمام تمام تمام. حاضر حاضر يا استاذ محمد هنجاوب حضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بك يا باشا. ربنا يحفظك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سامع حضرتك. ماشي حاضر. اتفضل يا فندم اسمع. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام. سامعك يا فندم.
لو سمحت انا بحلم برضه احلام كثيره وبنساها وفي احلام بفتكرها برضه كثير. حضرتك عندك كم سنه يا فندم؟ انا حدي 55 سنه. من الشرقيه؟ من الشرقيه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك. طيب احلام نعم حضرتك مثلا الاحلام اللي بتشوفها تعابين ولا اشخاص؟ لا بحلم احلام مره اسد عبط عليا كده وبتسم لي ابتسامه ظريفه وجابني ورحت معبط عليه هو اللي معبط عليا وانتهت باطي وانا رحت معبط عليه من على كتافه كده تمام مرته معبط عليه فرحت ما شفته اللي انا طاير بيه في الجو ووشه بتبتسم لي تمام وجمعت اني واقفه مراتي اني واقفه على طريق على الشمال فاني لما طار بي تمام في الجو كده فانا رحت ماسك رجله ورحت مشاور بيها كده زي باي باي عشان يشوفوني وانا ايه وانا طاير بيه. طيب اولا طيب نعم. هجاوب حضرتك يا فندم هجاوب حضرتك السؤال بتاع حضرتك ان انت كان في شر بيحاول يقرب منك ولكن الله سبحانه وتعالى زحوا عنك لان علاقتك بربنا ان شاء الله بتكون طيب. مين يا فندم؟ اهلا وسهلا يا ام محمد. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. انا فضيله الشيخ من وانا يعني صغيره في السن. حضرتك منين يا فندم؟ من الطلبيه كده. اهلا وسهلا. قبل الهرم كده بشويه. سامعك. فمن يعني بين الكنيسه والطلبيه. تمام. حضرتك انا بقالي 25 سنه حد انسلط عليا جان واذيني وجسمي عليه لدرجه ان عن اذيتي بيأذوا عيالي وخربين بيوتهم الاثنين. طيب حضرتك الزوج موجود؟ الزوج باباهم متوفي. ايوه تمام. طب بتقعدي في المكان لوحدك يا فندم؟ انا على طول قاعده لوحدي انا وولادي بس ولادي اتجوزوا بس حالتهم كانت سيئه وحالتهم صعبه تمام. وحاجه من الصلاة علينا بتطلع والله حضرتك في جان بيطلع علينا انا بشوفه تمام مش انا لوحدي كمان. طيب اختي شافته وولادي ومش عارفين ينصرف ازاي. طيب باذن الله هنجاوب حضرتك باذن الله. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد من الشرقيه حبايبنا بتوع الشرقيه. اهلا وسهلا استاذ محمد. الله يحفظك. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ ربنا يحفظك يا فندم. سمع اسمعنا من التليفون يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور ان دايما بيجي لي الزعتر يا دكتور. طيب عرضت نفسك على الطبيب يا فندم؟ عرضت نفسي على الطبيب بس قال لك نظر ونظر كويس ما فيش اي حاجه يعني. طب حللت تحليل انيميا حاجات من دي؟ ما فيش اي حاجه برضك بس دايما اكتئاب عندي على طول. يعني دايما مخنوق على طول وصداع باستمرار على طول عندي. تمام. خلاص ده حسد بسيط وان شاء الله بتقرا ايات الرقيه الشرعيه وربنا بييسر لك الامر باذن الله. ام ابراهيم اهلا وسهلا. اهلا بيك. ربنا يحفظك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعينا من التليفون يا فندم. ماشي. حضرتك منين يا فندم؟ من المنيا ان شاء الله. اهلا وسهلا. انا سبحان الله ابني اسمه ابراهيم فرحت لواحد شيخه واتغير يعني اتغير معايا شويه. سبحان الله وتعالى شكله اتغير يعني. طب ابنك متزوج؟ ابنك متزوج؟ لا عدد له 20 سنه. تمام. متغير ازاي يا فندم؟ حصلت له حاجات يعني اتغير التعامل معاه ويقول لي انا مش طايقك ولا انت ولا ابويا ولا اخواتي. تمام. فرحنا نروح الشيخ قالوا ايه ده في عين يعني عليه من ازاي. طب ما طيب هو بيحضر على لسانه حاجه او بيتكلم على لسانه حد؟ لا بيشتمنا. بيشتمكم بس. ايوه. طب انتوا بتعاملوه كويس؟ بتعاملوه كويس من قبل كده ولا الموضوع ده جدد عليه؟ قاعده جد عليه. تمام. يبقى المهم احكي لك رحنا لواحد الشيخ قال عليه ده كذا فانا سبحان الله تعالى بقيت مديه من ربنا ومصلي له. طيب هجاوب حضرتك. اهلا استاذ خالد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا عم الشيخ. ربنا يحفظك. السلام عليكم. والسلام. سامعك يا فندم. والله يا عم الشيخ انا من الدهليه. سامعك يا فندم. حضرتك انا بحلم ان انا بطير كتير. حضرتك منين؟ من الدقهليه. حضرتك منين؟ من الدقهليه. من المنصوره؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم الشيخ. علي بس صوتك شويه يا فندم. حضرتك يا عم الشيخ. انا بحلم ان انا بطير كتير. طيب وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. اتقطع الاتصال. اهلا وسهلا استاذ رمضان. معانا استاذ رمضان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام.
سمع يا باشا معاك ان شاء الله. سمع بقول لك على طول انا بحلم على طول بالمقابر على طول. تمام. انت اتخضيت في مكان ضلمه قبل كده او حصل لك او 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 اتخضيت في المقابر او دخل؟ لا انا بروح على طول المقابر، بس انا كل مره بحس ان بعد مع المقابر والاقي حواليا مؤاخذه كلاب وبصوا عليا وامشي ما فيش حد بيجي يعني. انت دايما بتحس ان في كلاب حواليك لما تروح عند المقابر. طيب حضرتك المقابر لابد ان انت تحصن نفسك، لان حصل مس عندك من الاماكن اللي هي فيها مقابر او من الاماكن المظلومه عموما يعني. تمام ماشي فتحت امرك يا فندم. معانا الاستاذ احمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. حالك حضرتك منين يا فندم؟ من بورسعيد. اهلا وسهلا باهل بورسعيد، يصلح حالك الله يبارك لك. سمع دايما عندي وجع كده في صدري ودايما في المشاكل انا وزوجتي كده مع بعض. طيب حضرتك لما بتيجوا تتكلموا مع بعض بتتخانقوا على اتفه سبب؟ ايوه تمام يا فندم. طب في وجع عندك او عندها في المعده او في الظهر او في الصدر او كده؟ انا اللي عندي تعب في الصدر جامد وكشفت كذا مره عند الدكاتره مفيش فايده. طب هي حضرتك بتشتكي من معدتها كتير؟ وجع في ظهرها على طول. وجع في ظهرها. طب في وجع في المعده او في منطقه البطن من تحت كده؟ لا. تمام يا فندم. بيجي اصلي حامل شهرين بيجي ويروح على طول يعني. بيجي ويروح. تمام. اهلا استاذه امل. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا فندم. ربنا يكرمك يا رب على ذوقك واحلى. ربنا يحفظك يا فندم بدعواتك. الله يكرمك يا رب حق الشهر المفترق ده. يا رب يحفظك. يحفظنا. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعك يا فندم. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك، انا سامعك يا فندم. اتفضل. لو سمحت انا يعني اتجوزت اكتر من مره وما بتوفقش ولا حتى بيحصل اتصال الا يمكن مره او حاجه وخناق وعلى طول تتفشكل الجوازه. بس في الايام الاخيره دي يعني كنت بحلم مره لقيت سلحفه واقفه جنبي يعني مش بتمشي ولا حاجه واقفه، ومره قطه صغيره عند اخر السرير بيبي كده اشيلها اطلعها تروح داخله تاني على طرف السرير اشيلها. طب حضرتك شفت تعابين مش سحالف؟ ما بحلمش باي حاجه الحمد لله رب العالمين ولا بشوف اي حاجه الحمد لله. طب في وجع في المعده او الم شديد؟ لا مش شديد، ساعات بيحصل لي الم كده بسيط لكن مش على طول. طب يعني. او وجع في الرجلين احيانا لما بجهد نفسي او اعمل شغل كتير في البيت او كده. تمام. بس انا عايز اعرف يعني ما فيش توفيق ولا حتى في جماع مع الزوج ولا اي حاجه يعني مره من الحاجه والموضوع يتفشكل. ما اصل اللي حضرتك يا اما اللي اتجوزه ما يحصلش حاجه خالص. ما اصل اللي حضرتك بتتكلمي جماع ولا اي حاجه اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده ان في جن عاشق بالفعل هو اللي عامل المشاكل دي كلها. طب اعمل ايه؟ هنجاوب حضرتك ان شاء الله يا فندم. ما احنا انا حنين. اهلا استاذه حنين. ام حنين اهلا وسهلا. لو سمحت انا ليا سؤالين. حضرتك منين يا فندم؟ من كفر الشيخ. تحت امر، بس اسمعينا من التليفون يا فندم. ماشي حاضر. سامعك يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا ما معيش صبيان، بس كل يوم احلم ان انا معايا احمد ونازله اوريه لجماعتنا تحت وشايلاه على كتفي. تمام. والحلم الثاني ان انا طلعت من مدرسه من ثالثه اعدادي بس كل شويه احلم ان انا في امتحان وعماله اكتب واذاكر وكلام من ده وخايفه من الامتحان جام. تمام. طيب حضرتك الحلم اللي بتكرر ان انت بتشوفي احمد، تمام، ده بيتكرر معاك على طول؟ ثلاث مرات. تمام. في الشهر ولا في الاسبوع ولا لا اتكرر ثلاث مرات في حياتك يعني. معانا الأستاذة فتحية، أهلا وسهلا بك. طيب السابع حاجة، تحضر إناء به ماء وتقرأ عليه المعوذتين والأدعية التالية: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. أشياء بسيطة لما بنعملها ربنا بيعفو عنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هندخل بقى الفرق بين الربط
والعجز الجنسي والضعف الجنسي. أول حاجة الربط، يشعر المربوط بحيوية قبل ما أن يقترب من زوجته، تجد عنده حيوية، بعد كده بتلاقي كل شيء انتهى. ليه؟ لأن هنا في أكرمكم الله جن موكل في منطقة العقل أو في منطقة الرأس، إذا جاء الرجل إلى زوجته يمنعه الجني ويشتت تفكيره إلى موضوع تاني خالص. يعني بعد ما كان عنده اشتياق إلى موضوع إن هو يأتي زوجته، كل شيء بيتفصل عنده. بعد كده العجز الجنسي، وهو عدم قدر. معانا الأستاذة زينب، أهلا وسهلا بك يا أستاذة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعينا من التليفون يا فندم. دلوقتي أنا أمي على طول بتتصرف معانا. أنت حضرتك متزوجة ولا لسه يا فندم؟ لا لا، بتتصرف على أمي. أنا مش سامع حضرتك يا فندم. أمي. مالها؟ على طول بتمرض معانا. بت إيه؟ على طول بتحصل معانا ومشاكل، الدكاترة ما بتخفش. تمام تمام، تعبانة يعني. على طول تعبانة. تمام يا فندم. حاضر يا فندم، هنجاوب حضرتك. أولا معانا الأستاذة ياسمين، أهلا وسهلا. ما شاء الله، اهلا وسهلا. الو. ايوه. لو سمحت انا عندي اكتئاب، انا جوزي بيضربني. انت حضرتك منين يا فندم؟ من اسكندريه. اهلا وسهلا. تمام، انا سامعك، سامعك يا فندم، سامعك. ماشي. وعندي اكتئاب، جوزي بيضربني لاني خلفت ولدين وما جبتش بنت. سبحان الله، ربنا هو اللي بيعطي وهو الذي يرزق. يعني ربنا بيعطي لناس ذكور وبيعطي لناس إناث، ويجعل من يشاء عقيم. فسبحان الله، دي ما هيش بإيد حد. أقوله إلى من في عقله. أهلا وسهلا أستاذة مي. أستاذة ندى، أهلا وسهلا أستاذة ندى. أهلا بي. الله يخليك يا فندم. ماشي. أهلا وسهلا. أهلا بك. عندي سؤال لو سمحت. تمام، حضرتك منين يا فندم؟ من سوهاج. طيب ابعدي بس عن المعيز بس عشان نسمع. حاضر يا فندم. طيب هنجاوب حضرتك ان شاء الله، الاتصال انقطع. تاني حاجة العجز الجنسي، هو عدم قدرة الرجل الجنسية سواء كان قريب او بعيد. يعني بمعنى اصح بنقول ده ما فيش فيه للستات، وهذا هو العجز الجنسي. بعد كده الضعف الجنسي، لا يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إلا في أوقات متباعدة، وتتم المباشرة للحظات يسيرة مع سرعة تعرض. يعني بمعنى أصح الضعف الجنسي ده بيحصل إيه؟ أهلا أستاذ محمد من أسوان، بلد الناس الطيبين. أهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم، سلام. الله يخليك. أنا حضرتك بتكلم بخصوص موضوع الكلام بتاعك معاك. الله يخليك يا فندم. هو حضرتك انا زي ما تقول كده الحمد لله عريس بقالي شهرين كده، وفاجئنا في المطبخ عندي في البيت بان في طرحه وكده كده. طيب يا فندم اقف في مكان يعني ما يبقاش فيه هوا. ماشي حضرتك. اه ماشي. ايوه اتفضل. فبقول لحضرتك ان لقيت في المطبخ كده في وسط المواعين بتاعت اللي في المطبخ يعني طرحه كده عندي ومعقوده كده ثلاث عورتات يعني بمسافات مختلفه ثلاث عورتات، بس مش من الطرحه نفسها، لا يعني معقوده بحاجه بخيط كده بس من خامه البلاستيك مش حاجة. طيب كان فيها هدوم بيضة؟ نعم. كان فيها هدوم بيضة الطرحه دي؟ لا لا، هي الطرحة دي ما فيهاش أي شيء، هي حتى مبرومة كده ملفوفة لف حتى مش سايبة يعني. تمام. والمشكلة الطرحة دي أنا على علم بيها إن هي بتاعت والدتي. تمام. طيب إيه؟ طيب حضرتك المشاكل عندك كتيرة ولا ما فيش إتيان للزوجة ولا إيه بالظبط؟
والله هو يعني الحمد لله الامر ميسر الى هذا الحد، يعني لغايه دلوقتي الحمد لله الامور ميسره ما بينه وبين زوجتي. يعني اولا الطرحه تعملها في ميه بملح وان شاء الله ما فيش اي حاجه تقلقك باذن الله. ام محمود اهلا وسهلا يا ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت دايما انا الوقت في خلاف مع زوجي وفي محاكم يعني بيننا وكده. حضرتك منين يا فندم؟ انا من الغربيه. طيب في قبل الزواج كان في حب وود ولا ما كانش في اصلا؟ أيوة اختيار. ايوه كان في. بس في مين اللي اتدخل؟ معلش مين اللي اتدخل في موضوع حياتكم؟ هو كان عنده اولاد. طيب بس يعني ما ايام كان اللي كنت معاه كده كنت دايما مخنوقه منه وما كنتش بطيق يعني. تمام. المعاشره كانت بالغصب وكده. تمام تمام. طيب وكنت دايما بحلم ان انا في جماعه مع اقرب الناس ليا يعني من اهلي. تمام تمام. هو قبل ما حضرتك تكملي، هو الموضوع بتاع حضرتك علشان ان شاء الله عشان وقت الحلقه ونختم، ان حضرتك ان في شكرا لحضرتك يا فندم ان في سحر موجود، وان شاء الله تبارك وتعالى انا بعتذر لكل اللي انا ما ردتش عليهم لوقت الحلقه، وان شاء الله تبارك وتعالى نعدكم بالمزيد في برنامجكم الحبيب، وانا اسعد بالتواصل لما بلاقي الناس بتكلمنا وان شاء الله وبتقول البرنامج من البرامج المميزه، فنسال الله تبارك وتعالى ان نكون عند حسن ظن الناس، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا سببا في شفائهم، ونسال الله تبارك وتعالى في اخر الحلقه ان يحفظ مصرنا انه ولي ذلك والقادر عليه. نترككم في رعاية الله وأمنه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.